عارفين المصريين لما دايما كانوا يقول الراجل يقول على مراته الحكومة، وكان دايما النكت تبقى الفكرة بتدور حول فكرة الحكومة. هو الحقيقة انه على قد ما هي نكتة وعلى قد ما هي فيها طابع كده ليه دعوة بانه السلطة والتحكم عند الزوجة، لكن هي فيها منطق، منطق اقتصادي بحت، لانه ميزانيات البيوت لو عايز تفهم ميزانيات الدول ممكن تفهمها بمثال ميزانيات البيوت، او العكس ايضا صحيح، يعني ينفع تفهم ميزانية الأسرة زي ما الدولة بتعمل. ببساطة جدا البيوت ميزانيتها بتدار ازاي؟ انه انا عندي دخل 10 جنيه وبصرف من الدخل بتاعي ده 8 جنيه، يبقى انا كده الميزان التجاري بتاعي الطبة بتاعته او الكفة بتاعته مايلة ناحية اني بحوش. لو انا عندي دخل 10 وانا بصرف 12 يبقى انا بستلف، لو أنا عندي 10 وبصرف 20 يبقى أنا في كارثة اقتصادية حقيقية، وهكذا. فالدول كمان بتدير ميزانيتها بمنطق طبعا معقد شوية لكنه شبه كده جدا. فعشان كده في حاجة اسمها الميزان التجاري للدول، هو الفرق ما بين الصادرات والواردات، يعني أنا كدولة أنا بصدر إيه؟ أنا المنتج بتاعي، المواطنين بتوعي، الناس الكتير قوي اللي عندي في الدولة، الثروة البشرية اللي احنا طول النهار نتخانق نقول عايزين نخلف عيال عشان احنا ثروة بشرية، الثروة البشرية دي بتقدم ايه للبشرية؟ بتقدم منتج المفروض يتحول إلى فلوس. لو حضرتك بتقدم خدمة تبقى الخدمة بتاعتك دي ليها قيمة، ولو بتقدم صناعة يبقى الصناعة بتاعتك دي بتتصدر، لو بتقدم تكنولوجي فالتكنولوجي دي ليها ثمن، وهكذا. لو احنا بقى الثروة البشرية بتاعتنا دي ما بتقدمش حاجة تترجم للبشرية تبقى فلوس، تبقى واردات من الدولة، يبقى احنا مش ثروة ولا حاجة، يبقى احنا بنضحك على بعض. وبالتالي الميزان التجاري ده حاجة مهمة جدا تتقاس، مش بس نقيس الكفة رايحة فين، لكن نقيس المكونات بتاعتها. يعني احنا بنصدر، بنصدر ايه؟ بنصدر عربيات وتكنولوجيا ولا بنصدر مواد خام أولية؟ بالمناسبة الحسبة دي، التفصيلة دي هتلاقي الرئيس كتير قوي بيسأل فيها ويدخل في تفاصيل. كنا زمان نفرح قوي ان احنا بنصدر وخلاص، بنصدر، لا، بنصدر مواد أولية ومواد خام وبعدين نرجع نستوردها تاني بأضعاف ثمنها، كده برضو الحسبة خسرانة. لكن تشوف الكفة مايلة فين، مايلة ناحية انك بتصدر أكتر ولا بتستورد أكتر، وكمان تشوف انت بتصدر ايه وبتستورد ايه. ما ينفعش ابدا نقول عشان نظبط الكفتين احنا نبطل نستورد، مفيش دوله في العالم ممكن تبطل تستورد، وما فيش حد يعمل نفسه شاطر ويقول انا عشان اظبط ميزانيتي انا هبطل اصرف ولا مليم، انا هموت من الجوع، ما حدش بيعمل كده. لكن بنقرر هنستورد ايه، فتلاقي ان الدوله لما تضيق شويه في الاستيراد تضيق على بعض السلع اللي تقول ممكن اقلل منها، لكن في سلع استراتيجيه لازم افضل استوردها. الموضوع ده ببساطة كده المركز الإعلامي لمجلس الوزراء كل فترة بشكل دوري بيطلع لنا انفوجراف يقول لنا ايه اللي حصل، بقى احنا الاقتصاديات بتاعتنا رايحة فين. فالانفوجراف اللي صادر من مجلس الوزراء مهم جدا لانه بيورينا الفجوة دي ما بين الصادرات والواردات، الكفتين بتوعنا، انها انخفضت لأقل مستوى ليها من 7 سنين. ايه اللي حصل عشان يحسن اداء الميزان التجاري للدوله وعشان يحصل الطفره دي؟ يعني اقول انه الواردات بتاعتنا مثلا، خلونا نشوف يا جماعه الانفوجراف، هتلاقوا انه في الفتره من يناير لابريل في سنه 2021 كنا بنصدر بحوالي 12 مليار دولار. من نفس الفتره في 2022 بقينا بنصدر ب 19 مليار دولار، وهكذا. العجز التجاري اللي هو الفرق ما بين الصادرات والواردات، انا عندي بالسالب ولا بالموجب، العجز لسه موجود، لسه انا بستورد اكتر لكن العجز بيقل، فانخفض العجز التجاري 6.8%. قيمة الصادرات، الأداء بقى التجاري، قيمة الصادرات، أنا صدرت بقد إيه؟ في شهر مثلا من ابريل 21 كنا ب 3.2 مليار، بابريل 22 4.9 مليار، وهكذا. هتلاقوا انه من 2014 ل 2021 الخطوط اللي على اليمين او الجراف اللي على اليمين ده بيوضح لنا الميزان التجاري لمصر.
هتلاقي انه في 2018 مثلا كان الكفة كانت الدنيا ماشية يعني بأداء عظيم جدا، 52 مليار دولار الميزان التجاري بتاعنا، و 2021 93.8 وهكذا. انت عايز تشوف ايه من الانفوجراف المحترم ده اللي كله ارقام؟ عايز تشوف ادائك، عايز تشوف مستوى الاقتصاد بتاعك بيتحسن ازاي، ورغم اللي احنا كنا بنتكلم عليه من بدايه الحلقه انه الازمات الاقتصاديه العالميه برضو حتى لو في ازمه اقتصاديه عالميه لنا فيها فرصه. ارتفاع اسعار المواد البتروليه، لو انا بصدر مواد بتروليه انا كسبان، انا عندي دخل من الواردات حقيقي ممكن يظبط لي الميزان والكفه بتاعتي. على هذا القياس في امور كتير جدا ينفع نتكلم فيها، لكن كمان بنفس القياس بقى تعالوا نسيب بقى حته الميزان التجاري ده ونشوف صندوق النقد. احنا دايما اي خبر يخص صندوق النقد بيبقى بالنسبه لنا مهم جدا، لانه صندوق النقد بيقول آراء وبيقول إحصاءات بتكلم الناس وبتكلم المستثمرين، تعالوا استثمروا في مصر ولا لا. مصر عانت من خروج حاجة اسمها الأموال الساخنة أو استثمارات كتيرة جدا لما أمريكا رفعت الفايدة، وبالتالي مصر كمان بتجتهد دلوقتي إنها تجذب استثمارات بطرق جديدة. صندوق النقد بيقول إيه بقى؟ بيتكلم عن إنه توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لسه في معدلات 5.9% لسنة 22. وفكرة أنه صندوق النقد يفضل يتكلم عن نمو الاقتصاد المصري النهاردة وإحنا في قلب الأزمة الاقتصادية العالمية، وإحنا في قلب أزمة اقتصادية بتمر بمصر طبعا، أنه تقديراته كانت أنه نمو الاقتصاد العالمي 3.6% ونزلها ل 3.2%، لكن كمان في شهر يوليو اتكلم انه اقتصادات مصر بتنمو بنسبه 5.9%. ده معناه ايه؟ دي كمان حاجه محتاجين نفهمها. وزي ما احنا بنتكلم عن التوقعات بتاعه صندوق النقد وانها ليها مدلول او حاجات على الارض موجوده بتدل عليها، احنا محتاجين نفهم التفاصيل دي بشكل اكبر من خبراء اقتصاديين بقى. الخبير الاقتصادي الدكتور احمد شوقي، أولا مساء الخير، وثانيا فكرة التوقعات صندوق النقد بعض الناس يقول الكلام ده أنا مش فاهمه أو مش منطقي بالنسبة لي أو مش عارف يعود عليا بإيه. أولا مساء الخير، وثانيا الشرح بقى عند حضرتك. مساء الخير دكتور أحمد. لحد ما يرجع لنا بس دكتور أحمد، صندوق النقد بالمناسبة في توقعاته في شهر يوليو قال كده أنه الاقتصاد المصري في 2023 سنة جاية، نتكلم في شهور قليلة، ممكن يحقق نمو بنسبة 4.8%، ورفع التوقعات حصل في شهر إبريل اللي فات 0.3 من 10 عشان يوصل 5.9 أو 5.9% اللي كانت قبل كده في يناير اللي فات 5.6%. الفروقات البسيطة دي تفرق؟ ده السؤال. هيفرق معايا أنا في حاجة؟ ده السؤال التاني. دكتور أحمد شوقي معانا، مساء الخير على حضرتك وأهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذينا، ومساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. التبسيط السهل العميق دايما، ده عهدنا بك دائما. اهلا بيك يا فندم. طيب هو في البدايه قبل ما نقول التبسيط السهل العميق زي ما حضرتك بتطلبي مني، احنا عايزين بس نوضح حاجه بسيطه قوي. المره دي صندوق النقد الدولي لما تحدث عن معدلات النمو هو كان بيركز بس في بعض الامور الرئيسيه، وبيقول ان احنا العالم كله بيشهد يعني حاله كده يعني هنقولها ضبابيه شويه او يعني معقده شويه، نتجه طبعا الحرب الاوكرانيه وارتفاع اسعار الطاقه والغذاء وانقطاعات او المشكلات في سلاسل الامداد وموجات كوفيد 19 اللي احنا برضو شاهدنا انها ابتدت ترجع تاني. طبعا دي اثرت على العالم كله بشكل واضح، وده ادى الى تخفيض صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد او الناتج المحلي للاقتصاد العالمي. الا اننا لما هنيجي نركز شويه كده ونبص في التقرير، وانا كنت بفحصه بشكل جيد، يعني لقيت ان في 5 دول تحديدا بتمثل نقطه مضيئه كده في توقعات صندوق النقد الدولي. بدايه السعوديه 7.6، بعديها الهند 7.4، بعديها الفلبين 6.7، باكستان 6%، مصر
5.9. يعني مصر كده هنقول انها ضمن الاقتصاديات الخمسه صاحبه اعلى معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي. ودي حاجه انا شايف في تحليلي كده ليها. طب هي احنا وصلنا لها ازاي؟ أيوة. وده بقى التبسيط اللي احنا ومكوناتها ايه كمان يا دكتور؟ ومكوناتها ايه؟ تمام قوي. طب اما نيجي نبص هو احنا وصلنا للموضوع ده ازاي ومكوناته ايه؟ مصر خلال التسع اشهر من العام المالي الحالي اللي هو 2021 2022 حققت معدل نمو وصل ل 7.8% مقارنه بتسع اشهر في العام الماضي 1.9. طيب احنا متوقعين ان احنا نوصل ل 6.2. طب ايه المكونات دي بقى جت ازاي او حصل ايه؟ احنا عندنا كان في بعض القطاعات الرائده اللي ساهمت في تحقيق معدل النمو، تحديدا منهم الصناعات التحويليه، التجاره، الاستخراجات، والقطاع العقاري والقطاع الزراعي. دول كانوا بيساهموا ب 61% من الناتج المحلي. طيب بالاضافه الى كده لما نيجي نبص بقى لقطاع الاتصالات حقق معدل نمو 16.4%. طبعا ده ناتج عن ان الناس كلها ابتدت تعتمد على التكنولوجيا والانترنت في الورك فروم هوم والابلكيشنز وتحويلات الاموال وخلافه. كلنا ابتدينا نستخدم البترول التكنولوجيا. طبعا كلنا ابتدينا نستعمل التكنولوجيا والابلكيشنز في الفتره الماضيه، الى جانب ان كان قطاع قناه السويس تحديدا او قناه السويس حققت معدل نمو 13%، الصناعات التحويليه كمان حققت 10.3%، قطاع التشييد والبناء حقق 8.2%، قطاع المطاعم والفنادق 62.8%. ده طبعا بعد ما ابتدت الحركه في القطاع تحديدا في الحجوزات. فاما نيجي نبص للمكونات كلها كده على بعضها تسع اشهر الاولى احنا تحديدا كنا يعني لو قسمناها جزئين عشان نوضح الامر اكتر ببساطه، احنا في الست اشهر الاولانيين قبل ما تبتدي الازمه بتاعت روسيا اوكرانيا، ست اشهر اللي هم يعني هنقول تحديدا بنهايه شهر 12 الماضي كنا محققين معدل نمو 9%. الربع اللي بعديه اللي هو الربع الثالث من العام المالي الحالي اللي هو بينتهي في مارس حققنا 5.4%. ده اللي وصلنا ان احنا في مجمل التسع شهور نعمل 7.8%. طبعا لما نيجي نبص للازمه اللي احنا فيها والاسباب اللي اوضحها التقرير اللي احنا وضحناه في الاول، طبعا ده ادى الى تخفيض معدل النمو، الا ان هنا ده بالنسبه للعالم، الا ان مصر ثبت معدل النمو بتاعها. لما نيجي نبص على سبيل المثال الصين 3.3%، امريكا ده توقعات صندوق النقد الدولي. امريكا لا انا عايزه كمان يا دكتور بعد اذن حضرتك عايزه ابص على الدولتين اللي سابقنا. يعني الهند طول الوقت بتبهرنا بفكره معدلات النمو عشان احنا بنتنافس مع الهند في الثروه البشريه في قطاع طبعا. التكنولوجيا طبعا. مثلا فهل احنا كمان حققنا نمو في قطاع التكنولوجيا؟ هل دي محسوبه ضمن الناتج المحلي بتاعنا وبقت ليها ثقل حقيقي؟ قطاع الاتصالات تحديدا هو كان الداعم الرئيسي لقطاع تكنولوجيا المعلومات، حققنا فيه معدل نمو 16.4%. ليه؟ لان احنا كمان عملنا حاجه مهمه قوي في الفتره اللي فاتت دي، كان عندنا اهتمام من الدوله بالديجيتال ترانسفورميشن، التحول الرقمي. شفنا الفتره اللي فاتت كل البنوك اغلب البنوك ابتدت تعمل ابلكيشنز على الموبايل، موبايل واليتس، حاجات كتير قوي عشان تبتدي تعمل تحول رقمي، الى جانب طبعا معدل الشمول المالي اللي ارتفع وصل ل 56.2% مقارنه ب 33% في 2017. فبالتالي الناس ابتدت تعتمد اكتر على عمليات تحويل الاموال، كل العمليات بقى بمختلف انواعها. ده الى جانب طبعا يعني هنبص عندنا في الاي تي امز كترت، عمليات السحب النقدي من الماكينات. في ابلكيشنز كتير ابتدت البنوك تعتمد عليها، عندنا انستا باي ابتدت البنك المركزي يدخله. فكل الامور دي في عمليات التحول الرقمي كان ليها دور كبير قوي في دعم قطاع الاتصالات عشان يبتدي يعمل بوش لاعتماد الناس اكتر والدخول من الاقتصاد النقدي الى الغير نقدي. ده بدوره ليه يعني دلاله مهمه قوي. عايزين بس ناكد ان احنا لما بنتحول من الاقتصاد النقدي الى الاقتصاد غير النقدي بكل زياده تحديدا 10% دي بتساهم يعني هنقول كده في توفير فرص عماله بتوصل ل 200 الف فرصه عماله. ده رقم مش قليل. بالظبط. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الكلام اللي دكتور احمد قاله بسيط ومليان ارقام برضه، لانه انت ما بتقدرش تتكلم عن الناتج المحلي غير متكلم بارقام ونسب، لانه الارقام المرسله كده ما تنفعش، لازم تبقى نسبه، لازم ابقى بقارن النهارده بامبارح. فكره مهمه جدا قالها دكتور احمد شوقي، فكره التعدد، الناتج المحلي بتاعنا بيزيد من مصادر متعدده.
زي بالظبط لو رجعنا لنفس المثل بتاعنا بتاع اقتصاد الاسره، لو الاسره دي اقتصادها قائم على الاب بس اللي بيشتغل في وظيفه وبيدخل دخل واحد من فرد واحد، هتبقى ده المصدر الوحيد. لو حصل فيه اي ازمه تبقى احنا عندنا كارثه كبيره. تعدد مصادر الناتج المحلي يقول لك انه في استقرار، عندك مصادر من قناه السويس وعندك من السياحه وعندك من قطاع البترول وعندك من قطاع الاتصالات، فانت كده زي العيله اللي عندها الاب بيشتغل والام بيشتغل والابن بيشتغل مع دراسته في الجامعه، فعندنا مصادر متعدده، فلو حاجه فيهم تاثرت تقدر تعتمد على الباقيين. احنا بنتكلم على استقرار عشان نطمن، لكن كمان عشان نشتغل أكتر وعشان نبقى جزء من هذا الناتج المحلي. لما حد فينا بيقول لحد أنت جزء من اقتصاد الدولة ما بيصدقش، احنا ما بنصدقش قوي في دورنا الفردي، أنا كشخص لوحدي ليا تأثير حقيقي، لأنه أنا لما بشتغل بس كويس، يعني مش محتاجة أبقى أستاذ اقتصاد، أنا بس أشتغل كويس وبالتالي قيمة اللي بعمله ده تزيد، أنا جزء من اقتصاد هذه الدولة.